السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده. كل سنه وحضراتكم طيبين. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. شفنا امبارح مباراه الاهلي وانبي امبارح، طبعا حاجه تحزن. شفنا طبعا تحزن بالنسبه للحكام مش للاهلي، وتحزن للزناطير مش للاهلي. الاهلي بمن حضر، الاهلي مستواه شايفين الاربع ماتشات والمباريات اللي فاتت كلها كانت دون المستوى، بس يجي في الدقيقة 94 والدقيقة 96 يتعادل ويكسب، ده إنجاز وإعجاز، ريمونتادا عالمية ما شفناهاش قبل كده. فعلا الأهلي بمن حضر. أنا فرحان بالمكسب. شفنا الجماهير امبارح، فرحة الجماهير تدل على إن النادي الأهلي كان محتاج فعلا الفوز ده. شفنا الحكام وشفنا عنادهم مع النادي الأهلي والطريقة اللي بيتعامل بيها النادي الأهلي. لا فعلا النادي الاهلي لازم يكون ليه وقفه الفتره الجايه ان شاء الله. نخلص ماتش الوداد باذن الله، الاهلي يعديه باذن الله تعالى. الاهلي كسب نقول له الف مبروك، الوداد كسب نقول له الف مبروك، تمام. الكوره مكسب وخساره، مش عايزين نكون متعصبين، نكون في شحن ونرفزه بيننا وبين الجمهور وبين الاعلام والسوشيال ميديا. لا، عمر الاهلي ما تفرق مع بطوله. الحمد لله الاهلي امبارح قدر انه يعمل ريمونتادا عالميه ويثبت للدنيا كلها والعالم ان الاهلي فريق كبير، وكان فعلا محتاج المكسب ده قبل مباراه الوداد. لكن يا عصام يا عبد الفتاح، معرفش انت ليه مصمم ان انت تعمل مشاكل مع النادي الاهلي. شفنا الصباحي بين كل يعني جول وجول تقعد لك اربع خمس ست دقايق وتشوف الفار، مع عدلي فوق عبد العزيز السيد قاعد معرفش بيتكلم ازاي ولا بياكل ايه وسايب الدنيا كلها. انا معرفش ليه العناد ده مع الاهلي. انا معرفش، تبص تلاقي رضا عبد العالي يطلع يتكلم يقول لك لا ده معرفش، ده الجون ده بطيخ والدوري بطيخ يا عم بطيخ مين وبتاع مين؟ اسكت بقى واقعد في حته. جهاد جريشه، احنا عارفين جهاد جريشه دايما محاز ودايما ضد النادي الاهلي، دايما يطلع في مداخلات على طول طول الوقت. جهاد جريشه ما بيسكتش. بس الحمد لله ربنا كرم، الاهلي كان مكاسبه كتيره قوي في الماتش امبارح. يعني المباراه نفسها كان فيها مكاسب كتير جدا. 9 لعيبه اساسيين غايبين، خط الدفاع كله، خط الوسط كله 9 لعيبه. والحمد لله ان الاهلي قدر بمن حضر يكسب ويعدي المرحله دي. طبعا الزناطير كتير عماله على السوشيال ميديا. والله بص انا متابع يمكن الاغلب، مش كل متابع، الاغلبيه كلها كلهم زعلانين. طب نتعادل في البلاس 90 لكن يكسب في البلاس 90. ايوه يكسب، ده روح النادي الاهلي وهو ده النادي الاهلي. احنا امبارح لو شفنا ايه امبارح ما راحش ولا كوره على الجون امبارح، حتى الكوره اللي جه منها الجون طاهر يعني احتكاك يا عم، احتكاك عادي، احتكاك يتحسب في اي مكان في العالم. يعني احتكاك انا ما شفتش بصراحه تحكيم بالفجر ده. يا عصام يا عبد الفتاح، انت من يوم ما مسكت منظومه التحكيم في مصر ما شفناش يوم حلو. تكفي ان احنا نلعب كاس عالم، هو كاس عالم هيتلعب؟ ما فيش ولا حكم مصري، ولا حكم مصري. ليه؟ ما هم الفشل اللي انت فيه، من الفشل اللي انت فيه ووصلت الكره المصريه فيه. لازم المنظومه دي كلها تتنسف، والله تتنسف. نبتدي من جديد، ننضف. بنحمد ربنا ان وزير الشباب والرياضه اتدخل. طبعا هو عندنا رئيس استر كومبوننت، طبعا بنشكره ان هو طبعا قبل ان الماتش بتاع النادي الاهلي ويستر يتاجل. بس هيتاجل بناء على ايه؟ ده هيتاجل ان الاهلي قال له هنلعب من غير الدوليين. ما هي هي، لا هو حط المشطوطه محطوطه والشغل الكلام الفاضي اللي ملوش لازمه. لا يا عم، ليه نلعب من غير الدوليين؟ وليه نضيع الماتش؟ ليه تضيعوا منا؟ بس ان شاء الله الاهلي قادر الفتره اللي جايه دي يعديها ويعدي المرحلة اللي فيها، والمصابين تكمل
قبل المباراه، لان الماتش صعب. الماتش صعب يا جماعه، ماتش الوداد ماتش صعب، الوداد مش هتفرط فيه بسهوله، بنلعب في ارضها في وسط جمهورها في ملعبها، وعايزه عايزه فريق عايز يكسب، مدعم من اتحاده من كل الجماهير، من حتى الرجاء. الرجاء نفسه قال له ما فيش مشكله عادي ان احنا ناجل المباراه. شفتوا؟ شفت الفرق بين فرق ودول بتعمل ايه في فريقها؟ بالعكس، نشوف الاتحاد المصري من غير تدعيم، من غير مسانده، بيتكلم ازاي؟ حكام بتتكلم ازاي؟ لا لا، لازم في يكون في تغيير في المنظومه الرياضيه نفسها. وعصام عبد الفتاح، يا عصام عبد الفتاح انت حلو عليك كده بجد، حلو عليك كده فعلا، خلاص انت انتهيت بالنسبه للتحكيم المصري، خلاص انتهيت يعني من اللي احنا شايفينه ده كده، حلو عليك كده بصراحه. عناد مستمر، عناد مستمر. بنحمد ربنا امبارح ان امبارح معلول امبارح كان سيء لدرجه يعني من اسوأ مباريات علي معلول اللي لعبها في تاريخه مع النادي الاهلي. وسبحانك يا رب يا شاء السميع العليم ان علي معلول نفسه اللي هو يعني كان اسوأ حد في المباراه امبارح هو اللي جيب الجونين. واحد باليمين دب والشمال يلا. وحسين الشحات، انا نفسي حسين الشحات برضو، حسين الشحات يمسك نفسه شويه يا جماعه. حسين الشحات لعيب كويس جدا، والكره في رجله حلوه وبارد وهادع على الكوره. ما اعرفش امبارح الكهرباء كانت عنده زايده شويه، لازم يكون في كنترول وفي سيطره شويه على الكوره، لانه بيضيع فرص كتير جدا. حسين الشحات ما كانش كده طبعا مع الضغط والنرفزه، حقه والله العظيم كل اللعيبه دي كلها حقها، احنا مش عايزين نيجي عليها خالص. اللعيبه بتتهاجم، بتتهاجم من كل حد، بتتهاجم كل بيتهاجم، بس لازم برضو يكون في كنترول شويه على الكوره. امبارح جات له كام كوره. ومحمد يا شريف، يا محمد يا شريف انت مهاجم محترم، مهاجم كويس جدا. شفنا امبارح كمان لما نزل محمد، نزل حسام حسن كويس جدا، بيشاكس ويعمل شغله في جوه الصندوق. لا، لازم الناس دي كلها تاخد فرصتها. كويس جدا زياد طارق، كويس كوكا، الناس دي كلها لازم تنزل يا جماعه، الناس دي كلها لازم تنزل. عندك لعيبه كويسه اهي، ليه سايبها؟ ليه سايب اللعيبه الصغيره دي؟ حسام حسن ما ينزل ياخد فرصته، ينزل، ما انت بتدي الكل، ينزل ياخد فرصته، اديله فرصه، اديله فرصه. امبارح مشترك في الكورتين اللي دخلوا جون، يعني هو مشترك في الكورتين اللي دخلوا جون. الكوره اللي لعبها الجون الاولاني اللي لعبه حسين الشحات عرضيه، لعبها هو بدماغه، اشترك. شفناه اربع لعيبه حواليه طلعوا وخدوا الكوره مشترك فيها. حسام كويس مش وحش، احنا جايبين حسام هداف، احنا جايبين منادي سموحه هداف، الراجل جاي هداف. الكره الثانيه من عبد القادر نفس الشيء، التفويته، يعني التفويته نفسها برضو دي كويسه جدا. احنا شفنا الراجل بيلعب كوره، الراجل عطشان كوره، جعان كوره، عايز يلعب كوره، عايز يثبت نفسه في النادي الاهلي وحقه. حسام حسن مهاجم محترم، احنا مش عايزين نخسره الفتره دي. شفنا الاجهادات والاصابات كلها، طبعا احنا عندنا مستشفى كبيره جدا في النادي الاهلي، كبيره جدا في النادي الاهلي، لازم نستغل، لازم يا عثماني. انا ما اعرفش، يا رب بالتوفيق ان شاء الله في المباراه اللي جايه ان شاء الله مع الوداد، بس من غير فلسفه كذابه وشويه تخطيط وتنظيم، تهديه اللعيبه يقعدوا مع بعض وانسجام، وان شاء الله باذن الله نعمل مباراه كويسه تليق بالنادي الاهلي وتليق بمصر وتليق بالعالم العربي. النادي الاهلي كبير يا جماعه، النادي الاهلي كبير، وبنحمد ربنا، يعني احنا بنحمد ربنا ان مباراه انبي امبارح خرجت على خير، وكان مكسب معنوي للفريق احنا كنا محتاجينه، احنا كنا محتاجينه. ولا عزاء للزناطير والقرود اللي عماله تتنطط شمال ويمين والسوشيال ميديا طبعا، وبعض الزملكاويه فيهم ناس محترمه جدا على فكره، يعني في بعض الزملكاويه محترمين، وفي ناس عايزه تعمل فتنه وتعمل بلبله. انا ما اعرفش يعني الناس دي هي عايزه ايه. والله انا لما الزمالك بتلعب في افريقيا تمام، انا بشجعها والله، طول عمري بشجعها، عمري ما جيت عليها، بالعكس الواحد لازم يساند ويشجع. يا عم احنا مصريين، احنا مصريين، مش من كوكب تاني، يعني احنا مش من كوكب تاني.
فانا بقول للقرود اللي عماله تتنطط فوق الشجره خلاص انتوا انتهيتوا، ويا ريت تنزلوا من فوق الشجره، لان اللي احنا فيه دوت خلاص انتهى. شجعوا النادي الاهلي وانزلوا، يا ريت تنزلوا تاكلوا موز بقى، لان الايه القرود كترت اليومين دول، فيا ريت تنزلوا تاكلوا الموز ده. السلام عليكم.